بسم الاب والابن والروح القدس الين واحد امين. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامجنا دفاعيات. هذا البرنامج اللي بنشرح فيه الكتاب المقدس والعقيده المسيحيه باسلوب كتابي، اي بايات الكتاب المقدس، لاهوتي، ابائي، علمي، موثق، في نفس الوقت بنرد على كل الشبهات اللي بتوجه لها العقيدة المسيحية الكتاب المقدس والشكوك اللي بوجهها المشككين بالمنطق والعقل والوثيقة والدليل والبرهان. النهاردة بنعمة المسيح هنبدأ الحلقة رقم 8 في برنامجنا المسيحية والإلحاد. احنا عارفين في الفترة اللي احنا فيها دي انتشر الإلحاد في مصر بكثافة عالية، وكان أسباب انتشار الإلحاد تكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، 7 حلقات اللي فاتت، لكن مفيش مانع إننا ألخص أسبابها. أسباب الإلحاد بتيجي غالبا بعد الثورات، لأن بعد الثورات بتسقط نجوم كبيرة، ترتفع ناس صغيرة. بعد ما بنهدى من الثورات والعمليه بتبتدي تستقر، بنكتشف ان بعض من اللي كنا بنتصورهم ثوار، نكتشف انهم ما كانوش ثوار، انما كانوا علماء وبيشتغلوا لاهداف دول اجنبيه. فالشباب هنا بيحصل لهم نوع من اللخبطه. قبل الثوره فوجئ بناس، ولانه احنا ما حدش فينا فوجئ، بس حجم اللي شفناه فوجئنا بناس كتيرة من القمم انهارت، فوجئنا من ناس كتيرة اللي كانت مثل العليا بالنسبة لنا انهارت. ظهرت الثورة، خرج ثوار كتير، كان في ما يسمى بحزب الكنبة اللي هو الشعب العادي اللي كان هو البطل الأول والنقي الطاهر اللي شال الثورتين 25 يناير و30 يونيو، لكن في وسط ده كان في شباب ثوار من كل قلوبهم وضحوا بانفسهم. البعض ضحى بارواحه والبعض ضحى بجزء من جسده، وناس كتيره ضحت. لكن بعد ما هديت الامور اكتشفنا حاجتين. لما حكم الاخوان اكتشفنا ان الثوره كانت بالدرجه الاولى، الاخوان لعب فيها دور خطير جدا، واكتسبت ان هم اللي كسروا السجون، وهم 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 اللي كلنا عارفين الكلام ده دلوقتي. في نفس الوقت ثبت لينا ان ناس كانت بتعمل لصالح الاخوان، ناس كانت بتعمل لصالح دول اجنبيه، فانهارت المثل. كمان لما تدخل الدين بقوه، وفي فتره الاخوان وما سبقها ظهرت فضائيات دينية وظهرت فرق زي السلفيين والناس اللي بيطالبوا بيقولوا بيسموا نفسهم او اللي كانوا عاوزين يعملوا جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأوا ما واحد ماشي في الشارع هو خطيبته ولا حتى اخته يتعاقب ويتضرب ويتبهدل، وبدأنا نسمع عن جهاد النكاح، وبدأنا نسمع في رابعة عن حاجات يعني مخازي. يمكن اللي ساكنين في منطقة رؤية رابعة شافوا مخازي لدرجة يعني حسوا انهم الناس اللي بتتكلم باسم الدين فوجئوا بيهم، يعني في حياتهم في معسكر رابعة زي ناس عايشين في زريبة، شاد بهم عايشين في زريعة زريبة، سامحوني في اللفظ ده، وصف سكان منطقة رابعة. واحد ياخد مراته وعلى جنب كده وابتدي عاشرها كزوجة في درع حيطة، وبقية الأدوار بتتفرج عليه واقف يصاير مثلا، والناس الستات والرجالة بتتفرج عليه. ناس اتقتلت من جهاد النكاح، ست ترجع من رابعة بلدها جوزها ما بيخلفش، فوجئ بانها حامل ازاي، تقول لهم انا اتجوزت 9 رجالة في زواج النكاح وكنت بجاهد.
كتير من رجال الدين بدأوا يظهروا بصور عكس ما الناس توقعتها، ومن هنا انهار المثل السياسية والاجتماعية والدينية، إلى جانب طبعا الحد لأسباب اجتماعية، الحد لأسباب نفسية، الحد لأسباب كتيرة جدا. انعكس ده طبعا على المسيحيين، بدأوا يبصوا لقيادات الكنيسة المسيحية من آباء أساقفة ورهبان كهنة، وبدأوا يعني يبصوا لسلوكياتهم، يبصوا لتصرفاتهم، ينتقدوهم بمرارة، ينتقدوا أكلهم، ينتقدوا شربهم، ينتقدوا ركوبهم العربيات، ينتقدوا حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات يقول لك مثلا الأب الأسقف ده راهب، والراهب مات عن العالم، في ازاي يسكن في مكان تخصص السور المطرانية مبني بالشيء الفلاني او يركب عربية. طبعا كل طرف له وجهة نظره، الاب الاسقف لازم يكون ليه مكان مناسب يستقبل فيه الضيوف، خصوصا ان في العصر الحديث بيستقبل ضيوف سياسيين وغير سياسيين، فالمفروض يستقبلهم بمنظر يليق بالمسيحيين. لكن طبعا الشباب المسيحي او بعض الشباب المسيحي بيقول لك الانبا ابراهام كي يستقبل المندوب البريطاني في بيت اقرب للعشاء، في مكان اقرب للعشاء واحترمه اكتر. فهنا اصبح في صراع بين ما يجب ان تكون عليه الكنيسة من وجهة نظر البعض، وما يجب ان يكون عليه رجل الدين من وجهة نظر البعض الاخر، فتحولت النظرة الى رجال الدين. بدأ تخش في اتجاه تاني، السلوكات الشخصية، المواقف الشخصية، ونسيوا ان هؤلاء الناس بشر، ما هماش ملائكة. فبتعاملوا مع الاب الراهب كشخص نزل من السماء او شخص فرغ نفسه مات عن العالم، فتوقعوا فيه كل خير. وطبعا في رهبان قمة في القداسة، في رهبان اباء رهبان اللي بيعملوا سياحة روحية من المتوحدين وغيرهم. طبعا ده ما يمنعش في وسط ده كله ان يكون في البعض منهم بنسبة ضئيلة جدا يكونوا منحرفين، لكن للأسف بياخدوا صورة المنحرفين وعمموها. طب ما تلاميذ المسيح كان فيهم يهوذا اللي باع المسيح، 12 تلميذ منهم يهوذا اللي باع المسيح وبطرس اللي انكره، وبقيه التلاميذ سابوه هربوا في لحظة ضعف. لا، الشباب ما بيبصش بقى ان دول بشر او بيبص بالزاوية دي، لكن بيبص عاوز رجل الدين يكون في صورة معينة. زي ما قلت في فريقين، فريق عاوز يبقى بنموذج الانبا ابراهام اسقف الفيوم والجيزة، وفريق بيقول لك لا ده يعني ظروف العصر تضطره ان يكون عنده كمبيوتر عشان يتابع احدث الدراسات، عشان يبقى مثقف، يعني لازم يكون المكان اللي قاعد فيه لائق عشان بيستقبل فيه ناس مسؤولين كويسين، فمسؤولين ذو مكانة اقصد. من هنا مع هذا الصراع بين وجهتين النظر سقط البعض وتحول للإلحاد، فبدأ ينتشر الإلحاد بشكل كثيف. نلاحظ إن انتشار الإلحاد ما هوش سببه إنه نجح في إنه يثبت إن الله مش موجود، أو ما هوش سببه بالدرجة الأولى إنه أثبت إن الله لا وجود له أو إن الكون ملوش إله، هو ما أثبتش دي، لكن واخدها عملية اجتماعية نفسية بمنطق. لو في اله صحيح، ده اللي بيقولوه يعني، يقول لك لو في اله صحيح ما كانش هيسمع بالاعاصير ولا الزلازل ولا البراكين اللي بتدمر وتقتل الناس، ما كانش هيسمح بالمرض، ما كانش هيسمح بالخطية، ما كانش هيسمح بالشر في العالم، لان المفروض الاله ده كامل. ونسيوا ان على الاقل الامور الخاصه بالانسان مصدرها الانسان مش الله، الشر اللي بيصدر من الانسان
وده هنشرحه بالتفصيل فيما بعد. مصدر الإنسان مش الله، والله مش هيمشي الإنسان بالريموت كنترول. أما الظواهر الطبيعية فهندرسها علميا، لكن أحيانا مبالغة البعض في ادعاء معجزات غير صحيحة للقديسين ده بيزيد الطينة بلة. ليه؟ طبعا في معجزات للقديسين، أنا واحد من الناس شفت العذراء في الزيتون، شفت المعجزات اللي عملتها، شفت التجلات الروحية في أسيوط ونيافة الأم ميخائيل ربنا يشفيه من مرضه، كلفني بأن أتابعها وأراقبها وأكتب كتاب عنها، واعتمد الكتاب اللجنة اللي عملتها. فأنا طبعا وعندي شفت معجزات كتيرة ملهاش حصر في الكنيسة عندي في مسترد، بس مش معنى كده يبقى في عملية إسهال في المعجزات. كل واحد يدعي أو يتخيل ده، فيجي واحد يبقى مصاب بمرض معين، لكن أنا كنت مريض بالسرطان مثلا والعادة شافتني، أو ربنا شفاني ببركة العادة. هذا قد يكون صحيح بالنسبة للبعض، لكن ممكن يكون في ادعاء بالنسبة للبعض الآخر. لكن هو ايه اللي كبر العملية دي؟ العملية التجارية. اسهل حاجة ان واحد يكتب عشرات الكتب عن معجزات للبابا كيرلس. بابا كيرلس معروف وشهد له المسلمين قبل المسيحيين ان عمل معجزات في حياته وبيعمل معجزات لحد النهاردة. بس كم الكتب اللي ذكرت معجزات البابا كيرلس، او كم الكتب اللي ذكرت معجزات العدة، مبالغ فيه بشكل غير منطقي وغير طبيعي. فده بيعمل صدمة لبعض الشباب لما يلاقي الكلام ده مبالغ فيه. طب انا عندي مرض وعمال اتحايل على ربنا وبصلي له، كل كنيسة اروح يا ابونا صلي لي، كل درب اروح يا ابونا صلي لي، وربنا ما شفانيش، اشمعنى انا؟ يبقى الكلام اللي بيقوله ده ما بيحصلش. ابتدي الشاب بقى يخش في متاهة، لانه مش قادر يميز ان بالفعل فيه ناس حصلت لهم معجزات، والمعجزة ما بتقرهاش الكنيسة الا بعد دراسة علمية. ازاي؟ يعني مثلا واحد عنده كانسر وشوفي بطريقة اعجازية، طب نثبت ازاي انه كلامه صحيح ولا ادعاء؟ بنجيب الاشعاعات، الاشعاعات او الاشعاعات اللي عملها قبل الشفاء، والاشعاعات اللي اتعملت والاشعاعات اللي اتعملت بعد الشفاء، وتقارير الاطباء. وغالبا بنفترض او نستلزم ان يكون حد من هيئه الاطباء دي مسلم. ليه مسلم؟ لسبب بسيط جدا، عشان ما يبقاش في عنصر التعاطف موجود، عنصر العاطفة. لكن ثبت لنا بالتجربة ان 90% من الاطباء المسيحيين محايدين زيادة عن اللزوم، وده المطلوب. فهنا التقارير الطبية بتثبت لي ان في معجزة حصلت، لكن واحد تاني يقول ده ما عندوش تقارير، يبقى انت بتدعي، فيعمل نوع من اللخبطة عند بعض الشباب. عشان كده لما شفت أسئلة الملحدين وطلبت كتير من أولادي خدام في الكنيسة أو فريق اللاهوت الدفاعي والخدام ولادي في الخدمة على النت وعلى البلتوك يجيبوا لي أسئلة، لقيت أسئلة كلها لا صلة لها بأن واحد منهم جاب برهان على عدم وجود الله بشكل منطقي علمي. هي كلها أسباب اجتماعية اقتصادية نفسية دينية، أو عند المسيحيين كنسية وعند المسلمين مرتبطة برجال الدين، ببعض رجال الدين طبعا، مش كل رجال الدين، من الإخوة المسلمين. من هنا كل كم الأسئلة اللي جاني واللي درسته ما فيهوش حاجة، يعني ما فيش منهج علمي يقول لي ان الملحد ده فعلا اثبت او عنده ادلة قوية على اثبات وجود الله. جايز في ديانة معينة ياخد مواقف معينة في الديانة
قول مش ممكن اللي يؤمر بالكلام ده يكون هو الله. يعني على سبيل المثال لما نيجي نلاقي عملية اللي بيعملوه داعش مثلا في العراق، طيب ايه اللي بيعملوه داعش في العراق كلنا عارفينه، فبيقتلوا على الهوية مسيحي شيعي مسلم سني زيهم لكن ما بيتبعهمش، يقتلوا واحد عشان يقول لك في وقت الصلاة يقول لك ده تارك الصلاة، حطوا نفسهم مكان ربنا. دي حاجة إلى جانب جهاد النكاح. يعني إيه جهاد النكاح؟ جهاد النكاح يعني بيحل الواحدة حتى لو كانت متزوجة إنها طالما هتمارس علاقات زوجية مع المجاهدين فبتخف عنهم أو بتخف عنهم فكده تروح الجنة، وممكن تعاشر في اليوم الواحد جنسيا ما بين 10 ل 20 حسب الوقت بقى ما يسمح لها، وبتعتبر جهاد وفرحانة لأن من وجهة نظرها إن ده هيوديها الجنة. فطبعا لما تكون الموبقات دي يعني تيجي بيها فتوى باسم الله، فبعض الشباب طبعا بيقول لك مين الإله اللي يسمح بالشكل ده؟ يعني من هنا نلاحظ ان السلوكيات او مواقف معينة بسلوكيات معينة او فتاوى معينة لبعض رجال الدين مش كل رجال الدين، من هنا طبعا بتخلي بعض الشباب يبتعد عن الله. لكن هل اثبت بالعلم؟ انا النهاردة قدام مني 4 اسئلة هحاول اجاوب عليهم في حلقة او 2 أو 3 غير الحلقة اللي احنا فيها دي. الأربع أسئلة هم الآتي: الكون هل هو أزلي ولا مخلوق؟ مين خلق الكون؟ لو الكون ده مخلوق يبقى مين خلقه؟ طب وإذا كان الله هو اللي خلقه مين خلق الله؟ ممكن واحد قاعد دلوقتي يستفز ولا أبونا ده كفر. لا ما كفرش، لأن ده سؤال بيتسأل في كل أنحاء العالم من الملحدين ومن علماء. يعني دخلت على مواقع النت خصوصا اليوتيوب لقيت آلاف اليوتيوب اللي بتسأل مين هذا السؤال: Who created God? From where God come? من أين جاء الله؟ فبنزل ده وبسمعه وبتفرج عليه كله وبشوف ايه الحجج اللي هو الناس بتسألها تسأل عليها وايه الإجابة اللي هم عاوزينها بالظبط. كويس، يبقى السؤال الأول الكون هل هو أزلي أم مخلوق، السؤال الثاني مين اللي خلق الكون، إذا كان هو الله يبقى مين خلق الله، السؤال الرابع والأهم إيه هو الله، مين هو الله، شكله إيه الله. عشان كده الأمور داخلة في بعضيها بشكل كامل مطلق مع بعض، ما تتفصلش عن بعض. لما نيجي مين خلق الكون، انا عندي نظريتين او عندي وجهتي نظر: وجهة نظر الكتاب المقدس، وجهة نظر الكتاب المقدس، وجهة نظر العلم. هل هناك وفاق بين وجهة نظر الكتاب المقدس والعلم ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم 2، سفر التكوين بيتكلم عن الله خلق الدنيا في 6 ايام او خلق الارض في 6 ايام، هل الايام اللي 6 ايام دي يتفقوا مع العلم ولا لا؟ هل 6 ايام دي 6 ايام حرفية كل يوم من 24 ساعة ولا حقبات طويلة اطلقت عليها ايام؟ هل الكتاب المقدس قال ان الايام ده 24 ساعة؟ اليوم 24 ساعة؟ قال وكان صباح وكان مساء، بس هل قال كان فيها اليوم ده خد 24 ساعة؟ هل وجود الحيوانات والطيور والاسماك والنباتات على الارض تتفق مع النظريات العلمية خاصة النظريات اللي بيؤمن بها الغالبية العظمى من العلماء؟ ايه
ايه اللي بيقوله الكتاب المقدس عن خلق السماوات والارض؟ وايه اللي بيقوله العلم؟ نبتدي بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس في اول ايه يقول في البدء خلق الله السماوات والارض. في البدء خلق الله السماوات والارض، فبيتكلم هنا عن خلق السماوات والارض اجمالا مش تفصيلا. لما نيجي نمسك الانجيل القديس يوحنا نقول في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. انجيل يوحنا يقول ان الله موجود بكلمته قبل الخلائق، كل شيء به، يعني هو الاول كان الاول وكل شيء به كان. الانجيل القديس يوحنا يقول في البدايه خالص كان الله موجود بلا بدايه. ليه مع الموجود بلا بدايه؟ هل هو الموجود بلا بدايه ولا انا بفتكس زي ما بالبعض الشباب يقول لي بالبلدي كده؟ لا ما بفتكسش، لان اللي بقول ان ارشي ان هولوجوس، ان ارشي في البدء، ان في ارشي ان هولوجوس، ان هنا كان في الماضي التام الناقص. يعني ايه الماضي التام الناقص؟ يعني الذي لا يعرف له بداية، يعني مش الماضي البسيط ولا الماضي التام العادي، انما الماضي التام الناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني لا يعرف له بداية. فلما يقول في البدء كان الكلمة، وكلمة كان هنا يستخدم الفعل الذي لا يعرف له نهاية، إذا بقول الله كان قبل الكون بكلمته قبل الخلائق بلا بداية. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. يبقى الله كان الأول وبعدين الله خلق الكون. ده ما يقوله الإنجيل القديس يوحنا. يبتدي بالله وبعدين بالخليقة. سفر التكوين بيتكلم بشكل مباشر عن ان الله هو اللي خلق الخليقة. في البدء خلق الله السماوات والارض. فبيكلمني عن بيكلمني عن وجود الله ضمنا قبل الخلق. لان لو ما كانش قبل الخلق موجود كان ازاي هيخلق الخلق؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. بس هنا ايه اللي يقصده؟ هل بيفصل؟ لا ده اجمالا. وبعد كده وكانت الارض خاربه وخاليه على وجه الغمر ظلمه. واستخدم كلمه خاربه وخاليه بالعبريه توهو بوهو، يعني في حاله لا تكون. ترجمه تقول وكانت الارض مشوشه ومقفره، او مقفره قفر، يعني بنقول قفر يعني مفيهوش حد. كويس. مشوشة يعني ايه مشوشة؟ يعني في حالة لا تكون. مشوشة يعني في حالة لا تكون. كويس. ففي ترجمة تقول وكانت الأرض مشوشة ومقفرة، وفي ترجمة تانية بتقول وكانت الأرض خاوية خالية. أنا طبعا بطبيعة الحال شايف إن النص العبري أقرب للأولى، وكانت الأرض مشوشة ومقفرة، أو في حالة لا تكون. يعني الأرض كانت موجودة في حالة لا تكون. يبقى هو بيتكلم عن خلق السماوات والأرض إجمالا، وبعدين قبل ما الله يمد إيده على الأرض بمفهومنا البشري ويبتدي يمهد الأرض ويجهزها عشان يعيش عليها الإنسان والحيوان، كانت خاربة وخالية، أو كانت في حالة لا تكون. كانت في حالة إيه؟ لا تكون. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. في مزمور 19 في الآيات من 1-6 يخش في تفصيلات عن تركيب الكون. التفصيلات دي
افهمها انا دلوقتي بالعلم، لكن يفهمها ببساطة الراجل اللي كان ايام داود النبي سنة 1000 قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة، ايام ما كانت المعلومات بالنسبة للناس بسيطة، فكر الناس بسيط، وما كانش في علوم. ده العلوم دي كلها اصلا نتاج نهاية يعني القرن ال19 والقرن ال20، كل العلوم المرتبطة بالكون واللي وصل إليه علماء الكون في الوقت الحالي، وعلماء الكيمياء والفيزياء والفضاء، كل اللي وصلوا له في النص الثاني من القرن ال19، بعد نظرية داروين اللي كتبها اللي اتكلم عنها سنة 1858، يعني في 150 سنة اللي فاتت. في 155 سنة اللي فاتت دي اتكشفت علوم لا حصر لها. بالتالي العلوم دي ما كانتش متاحة أيام داود النبي من 3000 سنة. ومع هذا داود النبي يقول إيه؟ السماوات تحدث بمجد الله. اتكلم عن السماوات بشكل مطلق بقى. كويس؟ والفلك يخبر بعملية دي، الفلك اللي هو الكون. أو بمعنى أدق مكونات الكون. السماء تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يده. أحد العلماء اللي خد جائزة نوبل في فيزياء الفضاء، الحقيقة اسمه غايب عني، هو بياخد جائزة نوبل المفروض يقول كلمة، فطلبوا منه يقول الكلمة، قال لهم السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يعني هذا الرجل اللي وصل درجة خطيرة في علوم الكون لأنه خد الدكتوراه في فيزياء الفلك أو الفيزياء الفلكية، يعني درس الكون دراسة رهيبة. هذا الرجل قال السماوات تحدث بمجد الله والفلك تخبر بعمل بيخبر بعمل دي. فهنا بيكلمنا عن خليقة السماوات والكون. كويس؟ يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدو علما. بعد كده يقول لك جمع على للشمس مسكنا فيها. مسكنا الناس كانت فهمها خطأ، ان ليها مكان بتروح تسكن فيه. الكلام ده طبعا مش علمي ومش هو اللي قصده الكتاب المقدس، لان ثبت النهارده ان السماء الشمس لها مدارها حوالين نفسها وحوالين المجره اللي هي فيها، اللي هي المجره بتاعتنا اللي فيها المجموعات الشمسيه، اللي من ضمنها مجموعه الشمسيه بتاعتنا اللي هي مجره درب التبانه، ده مسكنها. بعد كده يقول وهي مثل العروس الخارج من حجلتها يجتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من اقصى، شوف العباره هنا، من اقصى السماوات خروجها ومدارها، اتكلم عن المدار بتاعها ومدارها الى اقصيها ولا شيء يختفي من حرها، لان هي بتاخد دوره حوالين نفسها ودوره حوالين المجره بتاعتها، دي بتاخد فتره زمنيه معينه حوالين نفسها في أقل من سنة تقريبا، لكن دورتها حول المجرة دي بتاخد ملايين السنين. أنا مش عايز بس أدي أرقام كتيرة دلوقتي، خلي كل شيء في وقته عشان خاطر بس إيه مشغلش دماغ المشاهد، لأن أنا بحاول أبسط بأكبر قدر ممكن. أشعياء النبي بعد داود النبي ب 300 سنة يقول لنا إيه؟ ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداية؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ بعض ممكن يفهم غلط أساسات الأرض، يعني أشعياء النبي بيتكلم عن أساسات زي بيت بتصب له أساسات عشان تطلع أعمدة وتبني، لا هو ما يقصدش كده، لأن الأرض فعلا ليها أساسات زي ما هنشوف بشكل علمي. كويس؟
الجالس على كرة الأرض. احنا بيكلمنا في الوقت ده من 2700 سنة عن ان الأرض هي كرة، ما يقصدش هنا كرة لأنها باللغة العبرية ترجمتها للإنجليزية سفيريكال، يعني الأرض دائرية. الجالس على دائرة الأرض، بس يقصد، لأن الكلمة سفيريكال من السفير، الفضاء الكوني أو الفضاء الأرضي، يعني اللي جالس على الأرض من خلال الفضاء بتاعها. فهنا بيكلمنا عن اهتمام الله بالأرض، كويس؟ الذي ينشر السماوات كسرادق. السماوات منشورة زي سرادق، سرادق اللي طبعا اللي عارفين السرادق اللي بياخدوا يعملوا في الفرحة والعزة. جايز نستغرب ايه سرادق، لكن بعد ما نشوف الصور اللي جابتها سفينة الفضاء الأوروبية بلانكا السنة دي، والصور اللي جابتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، نلاقي فعلا احنا طبعا إذا تمكننا في الحلقة دي حسب الوقت هنعرض ده. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها، طبعا يقصد النجوم، يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. إذا هنا دي نظرة الكتاب المقدس لخليقة الكون. فالسؤال ما زلنا بنقول، هل تتفق نظرية الكتاب وجهة نظر الكتاب المقدس في الخليقة مع العلم؟ رقم واحد، هل الكون أزلي؟ هل الكون أزلي ولا مخلوق له بداية؟ هل الكون أزلي ولا مخلوق؟ كل النظريات العلمية القديمة قالت إن الكون ملوش بداية، سقراط في كتاب ليه كاتبه باسم تلميذه تيمايوس قال ان فيه اتنين في الكون ازليين، الاله غير المرئي غير المدرك غير المحسوس، والماده غير ازليه، وان الله اوجد مبدا وسيط اللي هو الكلمه بينه وبين الماده عشان يخلق الماده. الغنوصية قبل المسيحية قالت نادت بهذا الكلام، والغنوصية المسيحية اللي هم اللي خلطوا بين الغنوصية الوثنية وبين الفكر المسيحي قالوا هذا الكلام، إن المادة غير مخلوقة أزلية. والعلماء كلهم قبل نص القرن ال19 كانوا بيقولوا هذا الكلام تقريبا، العلماء قبل نص القرن كانوا بيقولوا هذا الكلام تقريبا، إن المادة أزلية، وبالتالي أنكروا وجود الله. قالوا ان المادة ازلية وانكروا وجود الله، وانها تفاعلت مع نفسها بطرق مختلفة، كويس، لحد ما هي فضلت تتطور، عملية التطور لحد ما وصل الانسان. لكن حصل بعد داروين بفترة، جه العالم الامريكي فريد هويل. فريد هويل ده كان عالم كيمياء وعالم طبيعة وراجل دارس وعالم فضاء، ويعني كان راجل دارس دراسة عالية، والناس دي ما كانتش بتقرا كتب تذاكرها وتحفظها عشان تصمها زي التعليم عندنا للأسف، لا ده كل شغلهم ملاحظات وتأملات ودراسة، ملاحظات تأملات ودراسة. هويل زي ما شرحت قبل كده راح جاب حتة حاجة زي الماسورة كده، وجاب فيها إزازة مقعرة زي بتاعة النضارة
عارفين لما واحد يلبس نظارة سميكة نقول عليها كده سخرية، نظارة كعب كوباية. فحطها في من الماسورة من ناحية كده، ومن وما حط واحدة تانية من الناحية دي، وعمل أول تلسكوب استخدمه، يعني أول تلسكوب متقدم بنسبة ما، مش فاكر إذا كان حد عمل قبل منه تلسكوبات ولا، وراح باصص على الكون خارج الكرة الأرضية بعد ما درس نظرية كوبرنيكوس، وبعد منه جاليليو، اللي الاتنين قالوا إن الأرض مش هي مركز الكون ولا الشمس مركز الكون. قالوا إن الأرض بتلف حول نفسها مرة كل 24 ساعة، وبتلف حوالين الشمس مرة كل 365 يوم وكسور. قالوا يعني، فهو حس طب الشمس نفسها ايه؟ ففوجئ ان الشمس كمان لها دورة حوالين نفسها ولها دورة حوالين المجرة. فلما اكتشف بدأ يشوف الكون بصورة مختلفة تماما. بس لاحظ ان الكون بيتمدد. يعني ايه الكون بيتمدد؟ هو فوجئ ان فيه كون واحد بس، كان العلماء بيعتقدوا انه فيه ملايين مليارات المليارات من الاكوان. هويل واللي جم بعده اكتشفوا هذه الحقيقة. ايه هي؟ ان الكون بيتمدد، عمال يتمدد. يعني سامحوني استخدم بالونه، شوف البالونه مثلا كده، فالكون كده واخد شكل البالونه بالظبط وعمال يتمدد. فلما بيجي يتمدد بيتمدد بنسبه واحده في كل الاتجاهات. ففوجئ ان الكون بيتمدد، وإن تمدده ماشي بسرعة شبه ثابتة أو بسرعة ثابتة. بس التمدد ده كل مجرة مرتبطة ببعضيها. المجرة عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا المجموعة الشمسية اللي هي الشمس. الشمس حواليه مجموعة من الكواكب بيدوروا في الفلك بتاعه. فطبعا الشمس ده نجم، أصغر نجم في المجرة بتاعته. والمجرة مكونة من عدد ضخم من مليارات النجوم اللي هي زي الشمس. فالمجرة متماسكة، لكن لما الكون بيتمدد المجرة ثابتة، بس المجرات بتبعد عن بعضها. يعني لو انا جيت دلوقتي مثلا، مش عارف القلم اللي معايا ده هيساعد ولا لا، جيت رسمت كده مجره، ده مجره وادي مجره وادي مجره، لان في مليارات المجرات، وادي مجره. لو جيت نفخت كده فالكون بيتمدد، فالمجره هتتمدد مع الكون، بس التمدد بتاعها بيبعدها عن المجره الايه؟ قريبة منها. فالمجرات بتبعد عن بعض. هو لقى ان الكون ده واخد الشكل بتاع البالونة ده، شكل اقرب للبيضاوي. في الحلقة الجاية بنعمة المسيح هنشوف الصور اللي صورتها له وكالة سفينة الفضاء الاوروبية بلانكا السنة اللي فاتت. فاكتشف ان الكون بيتمدد. بره الكون في اكوان تانية؟ لا، مادة سودة نقدر احنا نسميها خواء او فضاء اسود ما فيهوش اي نوع من الانارة. فلما لقى الكون بيتمدد، لا بيتمدد بسرعة معينة، سرعة الضوء، وسرعة الضوء معروفة 300,000 كيلو في الثانية. فعمل حسبة، طالما ان الكون بيتمدد، فلو قعدت حسبت مليار سنة مثلا قدام، يبقى هيوصل لمساحة ايه؟ هيتمدد بما يعادل
بالسرعة اللي هو فيه بنسبة معينة، مع يعني مثلا أسرجه ما تتقطعش في إيدي أو ما تفرقعش في إيدي، فهنا لا بيتمدد وفضل هيفضل يتمدد يتمدد يتمدد. لو أنا نفخت في الكرة دي اللي في البالونة دي اللي هيحصل هتنفجر، لو فضلت أنفخ 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 فوق طاقتها كويس يعني، أكيد لو ضغطت أنا مش عايز بس تضرب في وشي، حسب الكون عمال يتمدد كده. بره الكون مفيش حاجة، مفيش حاجة كمان اسمها بره، هي الكون بيتمدد، المجرات والنجوم اللي فيه هي اللي عاملة نوع من الإنارة الداخلية، وطبعا لأن خارج الكون مفيش أي مواد تشع أو تضيء أو تنير، فبالتالي كتل سوداء، مجرد فراغ يعني، ربما يكون فضاء اسود، خواء اسود، يعني المهم ايه، يعني هو كون واحد عمال يتمدد. فحسب مدة التمدد لقى ان لو رجع بالحسابات لورا كده سرعة التمدد اللي بيتمدد بيها، لما حسبها بشكل عكسي اكتشف ان هذا التمدد بدأ بالظبط من 13 مليار و7 من 10 مليار سنة، لا ازيد ثانية ولا انقص ثانية، لا ازيد ثانية ولا انقص ثانية. ده اللي وصل له ايه هايل. فكان النتيجة لهذا طب هويل ان الـ 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 الكون ده اللي عمال يتمدد 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 لحد ما يصل لمرحلة انفجار ويتلاشى وينتهي، فمن المنطق ان كل ما له بداية نهاية يبقى ليه بداية، طالما الكون ده هينتهي لانه هيفضل يتمدد 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 لحد ما ايه يصل لمرحلة الفناء. طيب طالما بيتمدد وهيصل لمرحلة الفناء يوصل لمرحلة نهاية، فالمنطق والقاعدة العلمية بتقول إن من له نهاية له بداية، ومن له بداية له إيه؟ نهاية. إذا الكون ليه بداية، كيف بدأ الكون؟ إذا لابد من وجود مسبب لبداية الكون. يعني إيه مسبب؟ بمفهوم ده خالق. هذا الخالق يسميه الإخوة المسلمين الله، نترجمه إحنا بالعربي زيهم الله، نلاقيه في العهد الجديد ثيوس، في القرآن الله زي ما قلت كويس، في العهد الجديد ثيوس أو كيريوس رب، في العهد القديم إلوهيم أو يهوه، في الإنجليزية جاد، في الفرنسية ديه، في اللغات الأخرى كل لغة بلغتها، لكن كل ده يعني شيء واحد. الإخوة المسلمين لما بيقول الله هو من وجهة نظر المعبود، بس قبل تعبير المعبود هو يقصد اللي خلق الكون، المفهوم عنده خلق الكون، أنا عندي ثيوس في العهد الجديد خلق الكون، عندي إلهيم في إلهيم في بالعبرية اللي خلق الكون، في مثلا سفر التكوين يبدأ في البدء خلق الله، الله هنا إلهيم، والبراشيت برأ إلهيم هات شيميم هات أرض، هاشميم أتها أرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض، فهنا إلهيم، فإلهيم بالنسبة للخالق. في إنجيل يوحنا يقول إن أرشي إن هولوجوس، كاي هولوجوس إن ثيوس، وبعد كده يكمل إن أرشي إن هولوجوس ان هولوجوس، في البدء كان الكلمة، كاي هولوجوس ان ثيوس، كاي ثيوس بروستون اسف لوجوس بروستون ثيوس، كان الكلمة عند الله. ثيوس هو الخالق بالنسبة باللغة العبرية باللغة اليونانية، إلهيم أو يهوه في العهد القديم هو الخالق، الله في القرآن هو الخالق، God في اللغة الإنجليزية هو ترجمة لله سواء في العربية
او ترجمه الالوهيم او ترجمه الثيوس. نفس الوضع دي في الفرنسيه. انا طبعا بقول اشهر اللغات، يعني اكثر اللغات انتشارا الانجليزيه، يليها الفرنسيه، يليها العربيه، بعد كده اللغات الاخرى طبعا فيها اسماء الله تقترب من هذه المصطلحات او تبتعد عنها. لكن في النهايه نلغي كل الاسماء دي او نعترف بيها، لكن احنا عندنا في شيء جوهري اهم، وهو المسبب الذي سبب الكون، الكائن الذي اوجد الكون، الخالق الذي اوجد الكون، العقل الذكي الذي اوجد الكون. ونكمل بتفصيل في الحلقة الجاية بنعمة المسيح. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة وعطية روح القدس لتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم. تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.